ده في معاينه وبتاع اكيد. في عربيه خضراء اهي مقلوبه على جنب. ده اول خط 10 ده مش كده؟ ربنا يسترنا. عاملين ايه انا النهارده؟ انا اروي سمير العب طاقه في رحله في الصحراء. صحر جبل بلبيس. خلينا ننزل لك الصحراء الشمالية الغربية. يلا بقى ماشي ماشي يا راح. الصحراء دي متهاك عملاقة. رحلة مع العم الصحراء يا عم طه. شوف هذا ودلوقتي اهو لسه احنا في دائرة البحث مع الرجالة بقى. عايزين النهاردة يصطادوا شوية تعابين دساسة لان احنا خلاص كده الموسم ابتدى. ابعد بقى انت مش لازم تقعد فوق الكلب يا سمير. وبنحاول الصوت يعني مش لازم الالفاظ الوحشه دي مش لازم. طبعا زي ما انتم شايفين جوز برابر فراخ برابر قاعدين عمالين يجننوا فيا. والمكان هنا جميل بس ما فيهوش حياه كويسه يعني ما فيهوش حياه بريه تخص التعابين او تخص العقارب او السحالي او الحاجات اللي هم عايزينها يعني. فطبعا بقى ايه هناخدهم صورتين حلوين كده على وضعك بقى وانت قاعد مش لازم تقوم. يلا 3 2 1 تاني. ايه ده نوتي بتتصور معاكو؟ اخدكم الصورة قريبة بقى كده. نوتي 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 بصي هنا نوتي. لا احنا التالتة بقى نتصور وانت معانا تاني. 3 2 1 كده بقى احنا هنروح مكان جديد نوريكم برضو هنعمل ايه. ربنا يستر والجبل ده ما يقعش فوقنا نموت. زي ما انتم شايفين بقى الجو بيبقى جميل جدا في الوقت ده نقدر ن ايه خد نوتي منه شويه. يلا هنرجع لكم تاني مع مكان جديد بن 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 بنبحث فيه. يلا يا نوتي معلش بكره تكبر تابعونا. اغرب ما يكون الريح شديده جدا جدا ويوسف طبعا معاه العجله ومعاه شنطه المؤن والمعدات. ارفع الشنطه زي ما
ومعانا نوتي طبعا. ايه يا نوتي؟ نوتي ايه يا عسل؟ ايوه طبعا السوداء البطل شكله كده هيقفز علينا والعمليه صعبه قوي، بس احنا كل اللي نقدر نقوله ان احنا مش هنلاقي النهارده غير اللي المفروض نلاقيه. صح يا نوتي؟ صح يا عسل؟ اه بتقول لي صح يا عمو تاتا. ودلوقتي يلا بينا يا اولاد هنبدا بقى نشوف الاماكن الخاصه بالتعابين علشان نقدر نصطاد لسمير ويوسف تعابين زي ما هم عايزين وعقارب، وربنا يستر وما نموتش يعني نتقرص ونموت يبقى بجملت، عشان برضو سمير ويوسف يقدروا يتبسطوا مع ابوهم وهو مقروص معضود يعني مبسوط، وربنا كريم بقى نخلص من الموال الاسود بالرحله الجميله دي. الله الله يا يوسف الله. يلا بينا يا حبوب اللبلوب. يلا يا نوتي هاو 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 هاو. يلا قولي هاو هاو. حاجه اخضر سبحان الله. سمير عنده جنان بالحجاره الكريمه، ورينا يا عم سمير. لا ده مش عيق اخضر، ده اخضر. الاخضر ده ممكن يبقى جاد وممكن يكون برضه نوع من انواع الكاسبر الاخضر. يعني احنا برضه مش هنتكهن دلوقتي لسه بقى مع الاخضر. ما يخسرش ده. تابعونا يا جماعه وهنوريكم لحظه الهجوم على التعبان العظيم اللي ان شاء الله باذن الله هنصطادوا لسمير يوسف. هنروح الجبل الكبير اللي هناك ده يا ولاد. يوسف عايز تروح الجبل البركاني اللي عامل البركاني الكبير العظيم ده؟ يلا نشوفكم فوق الجبل يا جماعة. هنطلع فوق الجبل ونشوفكم هناك. تابعونا أول ما نوصل للجبل هنتصور وإحنا واقفين فوق كلنا، ونوتشي معانا كمان بتتصور. يلا يا نوتشي. خد العجلة أنت شوية. يلا. استنى يا نوتشي. ترسيبوت ترسيبوت. إيه إيه يا نوتشي؟ نوتي بتشوف معايا الطريق وبتقول يلا ندور هنا يا عم طارق. يلا بينا تابعونا يا جماعه ربنا يستر. ودلوقتي يا جماعه احنا شفنا منطقه جديده، قربنا للجزء الغريب البركاني اللي سمير بيقول عليه ده. البركاني ايه اللي هو الجبل الكبير قوي من نهار ابيض. بس استنى ما تقربش للشفه دي الا لما انا اقول لك. لا دي فظيعه لتحت. ارجعوا يا اولاد الموضوع ده صعب. تعالوا تعالوا احنا هنطلع الجبل الكبير ده يا جماعه. سمير خش لي كده 5 متر. تعالى هنا انت مرحيل لي على الشفه تضحرك تموت. انا في حاجه عايز. سمير يا سمير تعالى لي هنا. هو انت لازم تموت قتيل يا ابني؟ بس تحت رمله يعني. يا عم الحاج رمله ما انت هتقع تتكسر تحت. كمل وننزل من السرح اللي تحت. احنا لازم نموت. انا مش لازم اموت عشان اشوف حاجه. في صعوبه في التحرك عشان الارض جبليه صخريه بتنجانيه واحناش فاهمين. ونوتي طبعا مبسوطه. وادي الجبل اللي احنا رايحينه الغريب اللي هم عايزين يطلعوه. احنا خلاص قربنا نوصل له على خير، وان شاء الله هنصور لكم ايه اللي لقيناه فوقه، ونحاول نشوف ايه مظاهر الحياه البريه في المكان. تصدق المنخفض ده الهواء فيه قليل قوي. احنا مسطورين جدا هنا مفيش. بابا اقوى حطب في العالم. ده اقوى حطب في العالم فعلا. ثانية واحدة ممكن انت تمسك. ما انت مش لازم انت قصدي ده 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 العرق المميت ده. نيو ده اثر موت. انا عندي منه ايه ده؟ انت معاك زيها. 3 2 1 مع ابوك في ايه؟ 3 2 1 طز. الشبكي دول الشبكي. ممكن ناخد الجوز عادي.
الجزوع دي حلوه بس بتحط في حوض السمك وهي تقيله قوي. انا كنت جايب منها في حوض السمك لو تفتكر. ده ثلاث حتت. انت ممكن ما تلاقيش منها تاني على فكره. بابا موجوده. تعالى ناخد الحته الصغنطوطه دي. عروق عروق صخريه. يا لهوي هات الشاكوش. ودي مش ترسبات. انا هجيب الشاكوش عشان صلبه. اه بس دي ما تعتبرش من الحجاره الكريمه يعني. هي من الحجاره الصخريه الصلبه جدا جدا جدا. صلبه عامله زي عروق الشجر. وطبعا ساعه الحك هي بتتكسر من التراب. دي تحط في حواض سمك بس اصلا. اه حواض سمك كشكل جمالي لان هي بتدي الوان الطيف لما بينزل عليها الميه. ورفعنا العرق الشجري الغريب ده ولا لقيناش حاجه تحته. لا يوجد حياه هنا اصلا. او لا احنا في موسم دلوقتي يا جماعه الشتاء. يعني دخلنا على موسم الشتاء اخر الخريف وده بيعني البيات الشتوي. يعني كل الحشرات الحياه البريه دلوقتي في حاله ثبات. تعالي يا نوتي. الا نوتي. نوتي الوحيده اللي في الحياه البريه عايشه. يا سمير يوسف لا انا مش عايز الحجاره دي. تقيله قوي وضخمه قوي. ممكن نبقى ناخدها سبيشال كده علشان حوض السمك. طيب هات لي تعالى بقى. لا تعالى في هنا طريقه. بب بب بب. ما بالراحه بالراحه عشان مش لازم نقع نموت. في طريقه اهو احنا هنحاول نطلع منه الجبل ده. وطبعا ايه هنتابعكم اول لما نطلع الجبل لان احنا نفسنا نطلع الجبل ده ونشوف فيه ايه. ايوه ايوه حبيبي. طيب ودلوقتي مع الحاجات الجاحده هنرجع لكم تاني مع مغامرات العم طاطا وجو وسمسم في الجبال. دلوقتي احنا في تل اجوف. احنا في سهل وفوقنا الجبل. سمسم جود بلاي. لف 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 مفيش منزل عندك الا من هنا. اركن بقى عجلتك كده احنا هو وصلنا. احلى اكبر لحظه العم طاطا دي جاء. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وريني يالا راك جزبر واخده عرق احمر وعرق ازرق وعرق اخضر. الله الله امسك حبوب شيله في الشنطه. ايه ده؟ ده عيش؟ فل يا ماما عامل عليه زي رغيف العيش بالظبط. انا اتخضيت والله. ودلوقتي الدنيا بتمطر واحنا عارفين طبعا ان المطره لما بتيجي بتكشف المستور. يعني بتكشف الكائنات ال هطلع لك كده حاجه. حاضر. طب استنى ثانيه واحده. شايفين الخن ده؟ ثانيه واحده قبل ما تضيع لي الاثار اللي على الرجول. شوف بالراحه عايزين نشوف الرجول اللي هتودينا لحد الخن ده. الخن ده خن الثعلب. تمام. هو اللي ده سمير بالراحه كده عايزين نجيب خن الثعلب. هندخل فيه مين؟ انا نوتي. يلا يا نوتي تعالي. ودلوقتي احنا مدربين نوتي عشان تصطاد لنا الثعالب. في خن عندنا اهو. لا لا اطلع انت واثبت. طب على مهلك واطلع واثبت. بهدل امي بهدل امي يا ابن الذين امنوا ثم فسوا ثم قصدي عملوا حاجات وحشه. ما تقفلش الخرم برجلك. الخرم تحت رجلك حبيبي. الخرم ده واصل لفين؟ واسع؟ كبير قوي؟ طب ما هم حافرين كده وطالعين من الناحيه الثانيه من هنا، ما في خرم ثاني هنا. هنضطر نعمل ايه دلوقتي؟ وفي فوق خنان، طب دي كلها خنان ثعالب. طب تعالى. اوه اوه نعم تعالي يا نوتي تعالي. طب اطلع وشدني. ايوه جرح ماشي. شوف لا ده مش سلطاني. جاسبر جاسبر اطلع بميل زي التعبان. اطلع بميل زي التعبان ما تطلعش راسه يا ماما. واسع قوي. وب 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 ادي خنان ثانيه اهي واسعه جدا. بس طبعا مش نقدر نطلع التعليب منها. هنطلعها ازاي بميه؟ هنجيب ميه منين؟ الشنطه. ده احنا يا ابني الازازه ما تنفعش. والله الدنيا يا جدعان بدات. لا لا ما تسندش. لا هي فوقنا فجاه نلاقي نفسنا نايمين تحت التراب. امال ايه؟ طب المطر ده كده هيتقل الدنيا. يلا بقى عشان كده ممكن يحصل اي انهيار هتلاقينا احنا اتمرمطنا. انزلوا على مهلكم. يا عم مفيش اي تعابين. ودلوقتي الجو بيمطر
وطبعا انا لولا ان الجو جميل ما كنتش جيت هنا، لان المطر على قد ما هو جميل على قد ما الجو حلو ومخليني اقدر اتحرك في الاجواء الجبليه الحاره العجيبه دي. المايه هتبين لنا الحجاره. يا ترى النهارده هنصطاد ايه؟ بابا نعم. ثانية يا جدعان، الجحدان ده يا جدعان جورج وسوف هنشغل لكم جورج وسوف. حاضر. سنوب هنشغل سنوب دوج. يعني المطر بتبين الحجارة. المطر بتبين الحجارة فعلا، وتبين لو في عقيق او في اي احجار كريمة بتلمع وبتظهر معانا. وطبعا اللي هيقول لي مصر ما فيهاش حجارة كريمة، هقول لك لا، الجذع المصري من اندر العقيق في العالم وانقى العقيق في العالم. احنا طبعا عارفين الجذع المصري، في جذع يمني، بنتكلم عن العقيق طبعا، عقيق الجذع، فيعني الجزبر موجود والعقيق الكبدي هم بيسموه العقيق البلدي، لكن هو في منه طفرات حلوه جدا وفي منه نوادر. سمسم يلا بينا، مش هنعرف لنطلع تعالب من هنا ولا بتاع، وخلي بالك المطر هيشد، فنكون هنطلع الجبل ده. يلا عشان نطلع الجبل الكبير. فول يا رجاله، لحد الان مفيش حاجه ممكن. اوكي، صوره للشهره بقى. صوره بقى وانا كل. اوكي، هاتني كم. استنى دي واحده لوحده. يا سلام يوسف. سمير روح جنبه، وبعد ما تروح جنبه هو وحده. انت كده فوقه، ما علينا. بص انا اختار. خلاص كده بقى، يلا بقى هو انزل لك. استنى عشان في قطع. طيب. 3 2 1. يلا. سمير وحده بقى. استنى. سمير بس اخلق كوش عشان في التراب. ماشي. يا راجل يلا بترابك، يبقى انا فاضفهم مره واحده. ودلوقتي هنرجع تاني. اهي اهي انا اللي هاخد الشجر. ورد اب يا ورد. ايه ورد؟ ما بتسمعش الكلام على فكره، انا مدرب فاشل للكلاب. يلا بينا يا ورد. يا نوتي. ايه ده، انا غلطت في اسمك عشان كده ما تعبرنيش. طب يلا يا نوتي، يلا بينا، مستنيينك يا اخويا. ودلوقتي رايحين للجبل الكبير. يلا بينا. والمطر حوالينا والبرق والرعد. صور السماء كده. والجبال من كل مكان، استرها علينا يا رب. استنى بابا. وادي يوسف جاب العجله السحريه بتاعته. وسمير خد الشنطه وجري. وانا ونوتي قاعدين. يا نوتي. يا نوتي الكلب. البرطمان يا جماعه. انقذ البرطمان. ماشي. بص 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 بص، الحفره دي جديده، الخن ده جديد يا ابو ده. ودلوقتي احنا معانا اهو في عش تاني. امسك 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 هوب. ودلوقتي احنا لقينا يا ماما، ده عامل نفسه ايه زيمبهول. يلا يلا تعالى يا ورد، تعالى يا نوتي. خش خش يا نوتي، هندخل نوتي للثعلب جوه ياكلها. يلا يا نوتي خش للثعلب. يلا يا نوتي خش جوه، خش جوه يا نوتي. يا نوتي خش جوه. نوتي انت ما بتفهميش، دي عيني ممكن بردانه او خايفه. مالك؟ طب تعالي 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 نوتي. خلاص خلاص سيبني، مفيش هنا ثعلب. خلاص امشي يا ثعلب، امشي يا ثعلب. خلاص مفيش ثعلب كده يا ولاد. شكلنا بقى هنروح للجبل الكبير، ويوسف بيلعب على الصعقة. هوب 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 هوب. يلا بينا. وادي الحجارة المغناطيسية. سمير بيجيبها لنا. سبحان الله، احجار بتلزق في المغناطيس. جود بلاي. اترمى فوق، هات لي بقى حبه لب عشان انا ما دقتوش يا زميلي. اللب ابو اطعمه غريبه ده. لبي لمبي. هيا ايوه تهنوتي المعفنه.
رحله البحث بتاعتنا استغرقت ساعات، واحنا بنحاول ان احنا نكتشف الحياه البريه المحيطه. وايوه هبدا شويه بس ماشي يا جدو. سانكس بانكس، وده لب لونه غريب، بيقول لي بالاطعمه. ما استوعبتش انا يعني ايه لب بالاطعمه، على زماننا ما فاكرش فيه الكلام ده. ده الطعم الجبنه. ادينا بندوق. ايوه نوتشي، انت عايز تاكل لب؟ يلا سمير. سمير بيلم لوحده كده ليه؟ يلا يا سمسم. سمير تروح اربع لما انا اقعد. سمير انت بتعمل ايه؟ صور على فكرة بوشي. يلا اقف يلا نوتي صور 200 صور. اهو طق يلا بينا ازيكم. يلا بينا يلا نطلع بقى الجبل الكبير عشان يلا على الجبل الكبير يا جماعة. نعم الواحد اهو مش ظريف بس عايز كده هات المغناطيس. اه شوف بابا انا لقيتها في الجبل من فوق نزل. ودلوقتي سمير قدر يطلع الجبل، لكن يوسف لسه عمال يعكرط يا عيني. سمسم استنى، ايوه الهواء شديد فوق. استنى ولا اديك صوره. واقف فوق في الجبل. ايوه ايوه يلا. ما هو سمير هيحدف لك حبل، يعني هيحدف لك حبل. لا اوعى. كشف في مسامير هنا. احسن يوسف على ايديك ورجليك كده جدع. يلا احسن صحكه احسن رجاله. بس ده اخوك، شد حالك يا يوسف. انت بتحتاج لطوبه. يلا يا يوسف زي التعبان امشي شمال ويمين. ايه يا نوتي عايزه تروحي؟ نوتي كمان عايزه تطلع الجبل. شد حيلك ثلاثة هوبا. يلا قول هوب. احسن احسن يوسف احسن يوسف. انا صباحك قشطة، انا اخر اصوركم يابا. انا لابس بيادة. يلا امسك ايده شدوا بقى. يلا يلا يا يوسف شد حيلك. يلا ما تجيب ايدك يا ابني امسك اخوك. وطلعوا للجبل. ودلوقتي هنصورهم وهم فوق الجبل ومش باينين اصلا. انا مش عارف استنى كده لما اقرب لهم. زي ما احنا شايفين كده خلاص هم على جبل البيت. اه يا حبيبي صورتك صوركم من ظهركم. استنوا خليكم كده اقدم بس عشان اقرب. ايوه يلا جدعان صورت
ايوه. دلوقتي بقى في مرحله النزول، ربنا يسترها عليهم. مفيش ولا ايه زرع فين فوق. طب بص بس خلي بالك لا يكون في تعبان انت وراسك. طيب هيسترها بقى ايه، هما عايزين يتفسحوا شويه. ايه اه في طياره اهي في السماء كمان ماشيه. فين يا ولا مش شايفينها؟ قاعد صغيرنا خالص. استنى الطيارات عادي، الطياره كمان ماشيه اهي. احنا كاس البلاستيك بتطير اهو، وهواء شديد جدا وزحاليق. العيال فين يا سمسم؟ يوسف يا ولا راحت فين؟ نهار اسمح يا يوسف. ايه ده؟ العيال راحت فين يا جدعان؟ يا يوسف يا سمير ما تغيبوش كده. طب يلا عشان تنزلوا بقى، احنا كده ليه؟ خلوا بالكم عشان في خشبة فيها مسامير. خشبة ضخمة جدا اهي. يا رب خلوا ادي ايوه جرعتني غلط يا كلب البحر. انزل ودلوقتي يوسف بيصحى بيطيش وسحفة السحلفة. سحلفة السحلفة على الايريال والبامبر. نظفوا هدومكم وبكده احنا ما قدرناش نوصل لحاجه. الحياه البريه هنا منعدمه تقريبا في جبل بلبيس. احنا بنحاول نستكشف، ده كده اول يوم لينا وما حصلناش على شيء غير شويه جزبر وشويه عيق كبدي. ودلوقتي بعد اذنكم هنستكشف الجزء الجبلي ده. وادي طريق جبلي تاني اهو، في حجاره هنا اكيد كده. ده سهل قوي جبل تانيه. وانا شايف ان احنا نعم اعرف اطلع من دي. اه يلا يلا. ايه انا لازم اطلع الجبل العالي ده؟ فايه بص حتى بقى الجبل ده كمان سهل. اه طب وانتوا تعالى تعالى في مطلع من هنا جاء احسن واحسن. ودلوقتي الله بابا مش فيش اكتر من ده. اوبا ثانيه بقى بابا اطلع. ودلوقتي لقد صعدت الجبل انا ونوتي. هوا شديد جدا خالص. يلا يا نوتي ياه. هوا شديد جدا وبيوت تعالب بالعبيط. عايزين نقعد نشوي هنا بقى دلوقتي، نحضر حفلة الشوي ونجيب الخشب ونقعد هنا بقى ونعمل ايه؟ ونجيب بقى الشيء. اه نقعد نشوي هنا في وسط الجبل. اسمع رجالة دلوقتي بقى نصور شوية صور. النهارده انت عامل ايه؟ طب يلا يلا سمسم. سمسم الجبل ده صور لي. انا بقى الصوره فين؟
وادي صورة كمان اصل الشمس جايبك ايه وشك مبيض دي جامد اهو بس بالعرض بقى طيب ثوانيك معاك ليتس جو الزرع ده بقى اي حاجه اي حاجه مش وقت هنجيلهم تاني الكلاب دول يا دين النبي يا ابويا على الهوا ايه ده هوا شديد جدا ايوه خلي بالك يلا بقى يا يوسف نازلين اهو دلوقتي احنا نازلين من فوق الجبل العظيم ده والهواء بيشيلنا احنا نازلين دلوقتي من فوق الجبل والهواء بيشيلنا يلا يا نوتي ايه ايه ده ما خدتش على وضعك انا هنزل من النزله الطبيعيه بتاعتي نزل العم تقطط تعلوب لا يلا والكلب لا امي تا 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 يا اوف ايه ابو اموي يابا ابو صمد ام البناطيل اللي تيازها اتقطعت ام البناطيل اللي قطعتوها لا انا بنطلون ما اتقطعش يا ولودي تعالى في طريق حلو يا ابني انزل منه اهو ايوه قولي بني يا وي انت هبطنا الان سنعود الى منزلنا والان الى رحله الرجوع خائده يا عيني يوسف على دماغه دلوقتي وده اثر الشحلبه اللي هو اتشقلب يلا يا ابني اتمرمخ في التراب معلش يا حبيبي طبعا دي فرصه ان الاطفال لازم يطلعوا اطفال ايه ما خلاص بقوا شباب الشباب يطلعوا طاقتهم في الجري ورا السحالي اشوفكم في بحث جديد الى اللقاء طلع يا ابني طلع الكلب دي شوف 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 فين العده طب وحين ماشي حاضر خلاص مفيش حد في الجبل هو في حد غيرنا يا ابني عادي مش لازم خضار في كل جنب ولا جنب واحد هي دي بس فكك يمكن عشان الشمس عشان الشمس جدع الشمس خليتها ملونه لا الشمس بتاثر في الالوان يلا نشوفكم بقى في فيديو جديد الحته قد ايه يا ابويا كبيره لا مش كبيره قوي بس اخضر يلا لا ايه طبعا ده اسمه مخر السيل اللي احنا بنتفرج عليه ده واللي هم واقفين فيه مخر السيل ده مطرح ما المطر بيمشي اللي بيكشف الحجاره وبيكشف اي شيء مدفون او مستخبي بالوضع اللي احنا شايفينه ده بس طبعا احنا يعني ايه احنا مش منقرين يعني احنا كتير بيقول لك لا حاجه بمعين. مجرد ان احنا ملايين يا يوسف هو في الجبل ده ملايين ده يلا بينا حبيبي يلا جود بلاي يلا هشوف ايه شد معاك مغناطيس ايه مشكلته طيب وريه وريه ده عرق صخري زي اللي انت رميته هناك ايه ده فكك منه عرق صخري لا يا حبيبي هو عايز يشوف دي ايه يعني يلا بينا يا اولاد
ودلوقتي رحلة العودة للمنزل. ونقول لكم مع السلامة. لا مش مع السلامة كده على طول. إلى اللقاء. إلى اللقاء على طول لما يجي أخوك يا يوسف. خلاص نهارك أبيض بقى. قلنا ده سخري مالوش لازمة. يلا تعالى. يلا نقفل الحلقة. استنى ما شغال السيلفي. استنونا. ودلوقتي يا جماعة احنا ننهي معاكم حلقتنا النهاردة في البحث في جبل بلبيس مع يوسف ومع سمير. وطبعا احنا ما لمناش حاجة النهاردة. بس تقدر توصف لنا شعورك النهاردة يا سمير يا يوسف؟ انا انبسطت جدا وان شاء الله هنعملها مرة كمان ونلاقي حاجات جيدة ولذيذة. وانا استمتعت جدا بالرحلة وان شاء الله المرة الجاية نلاقي حاجات احسن بكتير ان شاء الله. تابعونا ومغامراتنا مش هتنتهي. انا و سمير وكيل ابو البحر سمسم وجو. وانا نسينا. ايوه يلا نوتي بصي هنا نوتي. ايوه شطوره بصي بقى هنا نوتي. يلا تعالوا ورايا كلكم بقى عشان نبقى مع نوتي في الصوره. يلا يا نوتي انزل على ربك. يلا يا نوتي نوتي. ايوه انا حاضر. ودلوقتي اهو انا هنا. تعالي من هنا. تعالي من هنا. تعالي. اهو. يلا. كده احنا مع نوتي في الصورة. يلا. سلام يا جماعة. مع السلامة يا اصدقائي. باي باي. يو. كاميرا برضو. احلى حاجة يا جماعة. احلى حاجة يا جماعة. النهاردة حصلت في رحلة الجبل السعيد. يا نوتي مالك. عايزه تشربي؟ خدي مي. نوتي كمان عايزه تشرب. بس طبعا قبل ما تشرب احنا الميه الزياده اللي معانا كلها اللي بنحطها في البحور بتاعت التعابين عشان نطلعها النهارده ما كانش فيه زي ما احنا عايزين. فطبعا قررنا الشجر اللي في الصحراء اللي هو الشجر اللي بيصبوش بني ادمين فعلا وبيتسقي بالمياه الموسميه مياه المطر. فطبعا احنا ممكن نكون برضو داخلين على شتاء وفي مطر وبتاع. بس برضو احنا بنفيد النباتات بالمية. يوسف خد بقى الشجرة اللي هناك اخوك سعد. كده في شجرة تانية كمان اهي في سكتنا. يبقى بدل ما احنا خدتيله الحجر يشوفه انت روح اسقي بقى الشجرة التانية دي جميلة دي. في شجرة تانية اهي كمان ومسكينة خالص. شجرة الصنوبر بس طبعا متدمر. مفيش حد زرعه ده طلع رباني كده. دي علشان دوت بيستحمل لكن بس دوت مغمضته انا شفتها. ودلوقتي احنا خلصنا المهم معانا ونشوفكم على خير. سلام.